الوصفة برعاية زيت زيتون السوسن. حساء الكشكة. يكفي 4 أشخاص. المقادير: 250 جرام أو كوب وثلاثة أرباع الكوب كشكة، خليط برغل مع حليب الماعز، 20 بصلة صغيرة كويزات، بصلة متوسطة مقطعة إلى أوتاد، 4 فصوص ثوم مهروس، 6 ملاعق طعام زيت زيتون السوسن بكر، 3 أرباع ملعقة طعام نعناع يابس، 500 ملي أو كوبان ماء دافئ قليلا، ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير: نسخن 4 ملاعق زيت زيتون السوسن بكر ونقلب فيها أوتاد البصل حتى يصبح طريا وشفافا، نضيف الماء ثم نضيف الكشك بالتدريج مع التحريك المستمر حتى تمتزج المكونات تماما. نسلق البصل الصغير لمدة 7 دقائق ثم نصفيه. نسخن ملعقتا طعام من زيت زيتون السوسن بكر ونقلب فيه البصل الصغير حتى يأخذ لونا بنيا جميلا، ثم نضيف النعناع ونقلب. نضيف البصل الصغير والنعناع والثوم المهروس إلى الحساء ونضعه يغلي لدقيقتين. نقدم الحساء مع الخبز المحمص.